السلام عليكم إخواني أخواتي الكرام، هذا أخوكم السيمو يعود إليكم من جديد. إخواني أخواتي الكرام، قبل ما غادي نشوفوا لا فيديو جميع إخواني أخواتي لأول مرة يشوفنا، ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد ديالنا. إخواني أخواتي الكرام، هذا الملف هذا ديال زاكورة ونتاع سعاد الزهرية ونتاع نعيمة زاكورة إخواني المشاهدين، اللي هي الطفلة نعيمة الروحي اللي راها في المهم بذمة الله إن شاء الله تكون من أهل الجنة، لأنها طفلة ما عارفة حتى شي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي تشوفوا واحد التصريحات اللي كما نقولوا مانيش عارف فين انقلابات هاد التصريحات. وأخيرا الزوج ديال سعاد الزهرية خرج وقلب جميع الموازين. اخواني اخواتي الكرام، بقاو معايا ما تمشيو فين، لاننا ما غاديش نطول عليكم باش نخليكم تشوفوا اخواني المشاهدين ان الهضره ديال الزوج، لان علاش كيقول لك خص بنادم يسمع من الطرفين، ان الزوج ديال سعاد الزهرية قال واحد الهضره اخرى قلب كاع دوك الموازين قلبهم، وان الهضره ديال العائله ديال سعاد الزهرية ان اللي هو باها والاخ ديالها والام ديالها قالوا واحد الهضره اخرى اخواني المشاهدين، مع العلم ان الزوج ديالها قال لك الوالدين ديالها هما اللي جابوا الفقيه، واول مره قال لك يدخل للدار ديالي قال لك هذه شحال سعاد الزهرية انها كانت تطيح، يعني كان في هذيك الاهوال ديالها الله اعلم، قال لك هذه شحال كانت تطيح. وهي في تصريحات في 2017 قالت ان جا بغى يقرا عليا خطره وحده، مهم لا حول ولا قوه، حنا ما نسبقوش الاحداث وما نظلمو حد، ما عرفنا واش هو خربق لها المخ ديالها وردها بحال هكاك، ما عرفنا واش الزوج ديالها عاوتاني قال هضره اخرى، المهم فيها التخربيق هذا الشيء، غادي تسمعوا بودنكم غادي تشوفوا كل شيء، غادي كل شيء بعينكم تشوفوا اخواني المشاهدين، لان هي هضرت وخرجت قالت واحد الهضره اخرى، قالت لك انهم هما اللي داروا لي وفعلوا لي، ومع العلم ان الزوج ديالها قال لك هو طلبت منه الطلاق، هو ما عارفش السبب علاش، لان قال هذاك الفقيه خصك تلقي من داك الراجل ديالك باش تبراي، ما نعرفوش اللعبه واش طمعت واش خصها يعني بين لها شي حاجه، وقال لها ودي غادي نعيشوا يعني هي اسم حتى في الولد ديالها اخواني المشاهدين، مع العلم قال لك انه هو كينفق عليه ومين كيمشي يدير صله الرحيم ما كيبغيوش يعطيوه له، مع العلم ان هو قال لك بغيت غير ولدي انا، قال لك معري ما مكسي ما لابس ما حتى شي حاجه، قال لك راه في الجوع، قال لك هي كتمشي وكتغبر، وحنا مع العلم حنا سمعنا قلنا ان هاد الفقهه وهاد المافيا ديال زاكورة هي اللي كتخطفها، مع العلم كما غادي تسمعوا اخواني اخواتي الكرام من الهضره نتاع الام ديال الفم من الفم ديال الام ديالها انها كتقول داك الفقيه، لان دركي حنا ما عرفناش واش نقولوا الزوج ديالها الاول ولا الزوج ديالها الثاني ولا الفقيه، قال لك لان اخواني المشاهدين ان داك الفقيه اللي تزوج بها مؤخرا قال لوالديها اقسم وحلف لهم قال لهم والله حتى نولي نهز سعاد ونعطيها لديك المافيا هذيك ديك المافيا ديال زاكورة، قال لهم ونخليكم نتوما تقطعوا الكبده ديالكم. هذه اولا، ثاني حاجه الزوج ديالها السابق اللي هو قال لك ما عندي حتى شي علاقه، مو مسكين بعيد كل البعد غير من خلال الهضره ديالو بعيد كل البعد على هذا الشيء، قال لك انا ما عارف حتى شي حاجه لا عندهم لا، وهي نطقت قالت لك انا مسؤول، ماين كما غادي تسمعوا درك في الفيديو الام ديال سعاد قال لك ان قالت لها في الفيديو ان مسؤول جا وذبح هو اللي ذبح داك العجل في البيت ديالهم دفنهم وكفنهم، وين بزاف ديال التصريحات، وان مع العلم الزوج ديالها قال لك سيدي انا ما عندي درايه حتى بشي حاجه ما عارفش، جا مره كفقيه يقرا عليها في الدار صدقت مرضت مشات لدارهم. اخواني المشاهدين ما بقاش زادت ولات، لان ذاك الفقيه بقى يمشي عندهم للدار، ولان ديك سعاد انها قالت لك اخواني المشاهدين قال لها ذاك الفقيه روحي لدار باك باش نبقى نداوي في دار باك، تما لعب لعبته تما لعب ديك اللعبه ديالو خربقها، قال لك اتصلت به قالت له انا بغيت نطلق باش نبرا، طلقاته. اخواني المشاهدين شوفوا السبب، اخواني راك خدر الى عذبتي واحد الراجل راه ربي يقدر يعذبك حتى في الدنيا،
راه ماشي الا قدرت عذبت انت المراه بحال نقولوا لا عذب راجل المراه راه غادي يعذبوا الله عاوتاني كيف كيف حنا ناس لان راه كاين بزاف ديال النساء عاوتاني كيعذبوا الرجال مانيش عارف واش طمعات قالت هو بيل هذاك الفقيه قالها الكنوز وانت راكي دياموند وانت راكي انت قوت خلقك الله المهم راكم عارفين دوك الدجل ودوك التخربيق اللي كيبقاو يخربقوا عليهم دوك الفقهاء ودوك الرقات اخواني المشاهدين يحصر فقيه جامع وفقيه وهي قالت لك مسؤولين هي هضرت على مسؤولين فتحت مسؤولين ما فهمناش ونتقرش لها قال لك انا ما عارفه والو جا دخل الدار قرا عليها شويه القران طاحت بقات تطيح قال لك اخواني المشاهدين مشات لدارهم حتى نتفاجئ بالطلاق قال لها قالت له بغيت نطلق قالت له بغيت نطلق قال لك انا ما عارف لا عيون ولا رشيديه ولا طلقها اخواني المشاهدين قال لك ما يعني ما دار معها لا مشاكل لا حتى شي حاجه ومن بعد كيتفاجئ بان تزوجت بداك الفقيه داك الفقيه ما بقى واش دار لها ولا عاود درك راه تشكى منه ولا طلقت منه عاوتاني ولا ترجعت لهذاك الراجل هذاك ولا عاوتاني مشات طلقت وين فيها التخربيق امه امه تبكي منا امها تبكي منا باه يبكي منا عاوتاني قال لك مين كان يمشي عندهم باش يجيب الولد قال لك سيدي كانت دير سبه وتضربوا بالحجر قال لك كانت تضربوا بالحجر اخواني المشاهدين علاش بالسبه يعني قال لك بلي انها كانت مرضت الله يحسن العون حنا ما نشوفوا حتى فشي واحد ولكن حنا بغينا نعرفوا الحقيقه بغينا نعرفوا الحقيقه لاننا ما استنجدت بهذا الشيء يبان لي ماشي هو هذاك واحد يشرك واحد يغرب وقال لك سيدي الام ديالها والاب ديالها هما اللي داروا هذا الشيء كامل قال لك هما اللي جابوه هما اللي دايرين بهذا الشيء هما اللي مشاو معاه قال لك هما والاخرين كينطقوا كيقول لك اودي انه تزوجوا في العيون وكيصدق الموازين تقلبت من سمعنا الراجل هذاك راه باين ما بغاش يبين حتى وجهه قال لك انه تزوج شوفوا ردوها عازبه قال لك ردوها عازبه وشوف يعني هذه راه الا ردوها عازبه راه فيها الشيخ ديال الحومه فيها يعني فيها ناس مسؤولين داخلين في هذا الشيء هذا قال لك ردوها عازبه بالزواج ردوها عازبه وهي عندها ولد مع الراجل الاخر حسبنا الله ونعم الوكيل هذه راها مافيا كبيره في زاكورا سيرتو اخواني المشاهدين بحثت راني كنبحث هنايا وكنشوف في مواقع التواصل الاجتماعي اخواني المشاهدين على هذه الظاهره ديال الاطفال اللي راهم كيغيبوا راهم اخواني المشاهدين كيبيعوا الاعضاء ديالهم المهم انا بحثت على هذا الشيء وكنقرا في هذا الشيء وراه هذا الشيء كان واقع بكري حتى في امريكا اخواني اخواتي الكرام لانهم كانوا مسؤولين كبار في امريكا كانوا يديروا بحال هذا الشيء هذا اللي بينوا حقائق اخواني المشاهدين على الماسونيه وعلى الدم ديال الاطفال وعلى كيمصوا لهم الدم ديالهم والتعذيب ديالهم فيديوهات اخواني المشاهدين راه هذا الشيء راه كيخوف بهذا الشيء ديال الكنوز بهذا الشيء ديال الاطفال العظام ديال الاطفال لا حول ولا قوة إلا بالله الله يحد الباس إخواني المشاهدين الله يحد الباس والله يأخذ الحق في كل ظالم ونطلبهم السلطات المحلية وسيد الحموشي ومالكنا يدخل في هذا الشيء هذا لأن هذا الشيء هذا خطأ تحياتي لكم إخواني المشاهدين ما تنسوا ديروا اشتراك في القناة وتضغطوا على زر الجرس وهاد الرقات وهاد الفقهاء هادو اللي رهم كي يستغلوا الرقية ويستغلوا كلام الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم إن هاد الشيء راه خطير بزاف إخواني المشاهدين. أنت الزوج السابق ديال سعاد. أييه. تنوير أنت كنتي متبع ما وقع من تداعيات وما تعرضنا له وما تعرضت له سعاد وعائلتها. شنو بغيتي توضح للرأي العام خويا؟ واش غادي نقول لك؟ هذيك السيدة. هذيك السيده شحال نقول زوجتيها عادي زوجها عادي انا في الاول وهي تصابت بانها كطيح وهذا بانها مريضه نعم هادشي اللي كاين جيتي كانت عايشه معك بخير هادشي اللي كاين بخير كي دار هاد السفاح ولا هاد المشعويته تدخل لك للدار كنت الحمد لله راك رجل اعمال بخير وعلى خير بدارك برزقك كي دار هذا حتى دخل لك لدارك هما اللي جابوه دخلوه شكون اللي جابوه جابوه هو باه وامها هما اللي جابوه هما تيقولوا انت اللي جبتيه تيقولوا انا تنقول لكم هما اللي جابوه علاش جابوه ودخلوه لك للدار باش يقرا عليها باش علاش يقرا عليها لانها هي كطيح ومريضه دخل للدار كنتي انت كنت
الطقوس اللي كان عاش داك النهار الاول فاش دخل هاد الدجال للدار شنو وقع؟ قرا عليها القران صافي عادي. اه عادي لا دم لا والو انت في دارك. لا والو كي لا دم لا حتى حاجه. من مور حيت قرا عليها كي ولات علاقتك مع سعاد هي الزوجه ديالك؟ هي الزوجه مزيان ما كاينش شي حاجه حتى بغات تمشي لدارهم باش تشوف دارهم من تمايا مشات ومرضات عند والديها وتمايا ما بقاتش بغات ترجع. اتضح بانها هي باغا تمشي معاهم وباغا يمشيو معاك. تزوجتي مع سعاد عن حب؟ وبخير هادشي اللي كاين. الطريقه انتم باش تزوجتي مع سعاد كنت كتعرفها عرفتيها؟ دابا راه ولينا عائله وحده كلنا. ولا عن طريق الام؟ لا على طريق زواج عادي. الاعراف بالبلاد. هادشي اللي كاين. الولد ديالك مش عادي ما شتيه؟ وما شتوش دابا شي عام هادي ما شتوش. مشيتي انت وامك عند سعاد قالوا لي ومشي وضربتي بالحجر عاود لي على ديك اللحظه. وهي مشينا لقيناها مريضه وكتضرب بالحجر وهادشي اللي كاين في الاول. من بعد رجعنا للدار البيضاء هي طلبات الطلاق. بوحدها طلبات لك الطلاق. علاش طلقتو في مراكش؟ عمرك تزوجتي معاها في مراكش؟ عندي فوتوكوبي الطلاق بان انت طلقتيها في مراكش. ايوا هي طلبات الطلاق في مراكش وطلقنا في مراكش. عمر سعاد سكنات في العيون حسب اللي شي خبر عندك؟ لا قالوا بانه مشاو للعيون. من اللي كانت كتمشي مع ابراهيم مع راجلها هذا الفقيه هذا المشعوذه ولا الفقيه ولا راجلها وصافي. انا ما هادشي للزوج هو دابا ديالها. دخل هو لدارك كلا طعامك وقرا القران في دارك وما عمرك نويتي بان راه واحد النهار غادي يقلب حياتك اللي حتى الحمد لله اخواني اللي بغيت نبين بان هذا السيد هو بعيد على هذا الشيء كامل. تزوج بنت قال هادو هما البلاصه ديال الاعراف التقاليد ما نواش بان غيطر الصدوع حتى يولي هو ضحيه. عرفتي ولدو من معاش من معاناه الامل عنده الوحيد تيقول لك ان ولدي مسكين تيتعذب في هذا الشيء ديال الخرافات والشعوذه. شحال هادي ما شتي ولدك؟ شي عام شي اكثر من عام. هذه هي شفتو واحد النهار ملي مشيت وكيمتنعوا في صله الرحم ما تيبغوش يعطيو لي الدري في صله الرحم. في النهار ديال صله الرحم كنمشي ما تيبغوش يعطيو ليا. ما كتشوفش ولدك كاع؟ لا ما كنشوفوش حيت هما ما تيبغوش يعطيو ليا ملي باش نشوفو في صله الرحم. مشيت شحال من مره. ولكن هما كيولاو سعاد قلتي لي بان تعقلها ما بقاش مقاده في سعاد. وهي استغلوها حتى ولات كاع تضربك بالحجار حتى ولات تضرب اللي قرب للدار حتى ولات كتعيش شي طقوس. ايوا هذاك الشيء من بعد ما ديت هذاك الشيء اللي وقع لها لدارهم. من بعد ما بقيتش انا كنشوفها من بعد يعني من بعد ما طلقتها ومشات ما بقيتش انا كنشوفها ولا كنجي. وفي اخبارك بين سعاد ولات راه هي الزهريه وبنت يضربوا بها الاضرحه هذاك الشيء من بعد عرفته من بعد. قول لي عافاك. وعرفته من بعد ملي داز الوقت وهذا عاد عرفت داك الشيء. حتى تقاسمات معاهم وانا تصدع عاد انا سقط خبر داك الشيء. عاد عرفتي بين حتى هي نات كتسرح وبدات كتغوت وهذا حتى نات صداع عاد باش انا ما سقطتش ما كنتش كنعرف بان الدري كان كتديه معاه في هذاك الشيء. شتي واحد الفيديو ديال ولدك تيقول بين تيدخلوا له المسامر في مناخه؟ شتو حتى هي راه قالتها. والاحساس ديالك وانت تشوف ولدك بان مسكين انت لحقتي راسك للتيقار وصدق ولدك دابا كتشوف المسامر تيدخلوا في مناخه؟ راه مشكله راه ما شاء الله. علاش ما مشيتيش للقضاء؟ مشيت للقضاء. داكشي القضاء خاصو الوقت كياخذ الوقت باش القضاء كياخذ الوقت خاصك شحال ديال الوقت باش تقدر تاخذ. انا مشيت للقضاء غير هو القضاء كياخذ الوقت. مازال ما قال الكلمه. هادشي اللي كاين. الامنيه ديالك هي ناخذ ولدي. تاخذ ولدي هادشي بقى فيك ولدي بطبيعه الحال. شتي ديك اللقطه هو مسكين في الطوموبيل من مورايا؟ ايوا اش نقول لك ما شاء الله ما شاء الله كتب عليه الله وهما يلا يختيهم الحق. كلشي لا هما لا الفقيه ولا شنو قلت؟ وانا الاتهام الاول مو مين من؟ مت عمر. انا حيت انا ما عطيش انا الدري عطيه لمو. شكون مين عمر؟ سعاد. ولكن قلتي لي سعاد ما بقاتش بعقلها راه تضرب بالحجار. انت جيتي عندك انت وامك جيتي مشيتي عندها. هذاك الشيء تنقول لك انا فاش يلاه طلقات فاش يلاه طلق. ولكن راه من وراء الطلاقه شحال من عام هو الدري عندها وهي كتكرفص عليه. جابته لي دوز عندي واحد عامين وعاود جات خداته. عامين وهو عندك هنا في الدار؟ عامين وهو عندي هنا في الدار. وحيت جات راه مطلقه ديك الساعه. اي طلقات من الاخر عاوتاني فاش جات لعندي انايا. وعلاش قالت لك نطلق منك عافاك؟ شنو علاش؟ الاسباب هي اللي قالت. وهي قالت كتقول لك الاسباب ما كاينش. باغا تطلق وصافي. باغا تطلق قال لك لان باش تبرا هي لانها مريضه.
قالت لك خاصها تطلق باش تبرا، هادشي اللي كتقول. وهما هو داك الفقيه بان خاصها تطلق. المهم انا هادشي اللي كتقول لي هي بانني خاصني نطلق باش نبرا. شوف شكون اللي فهمها، واش الفقيه واش باها واش هادشي اللي كتقول. شتي شي طقوس انت خطيره تدوز في هادشي التشعوذه وانت مجوج بها ولا لا؟ لا 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 لا، انا ما كانش عندي، ما كانش انا مره وحده اللي كان جا فاش عيطوا لي جا قرا عندها في الدار، وكانت ديما هي مريضه ديما كطيح ديما كيشد هذاك الشيء. قال لك بان الفقيه انت اللي عيطتي عليه؟ لا لا لا، هما اللي جابوه، هما اللي عيطوا عليه، هما اللي جابوه، انا ما كنعرفش انا بحال هذوك، هما اللي جابوه، هما اللي جابوه، هما. الاخ ديالها قال لك بان هو دخل وجلس معاك وكاين معاكم شي واحد شي نسيبكم تكتب ثلاثه ولا باربعه في الدار هذاك النهار فاش طاحت سعاد. اول مره غتشوف الفقيه هو ذاك النهار فاش طاحت. هذاك النهار من بعد اسبوع، من بعد اسبوع من الزواج ديالي من سعاد. من بعد اسبوع الزواج ديالي من سعاد طاحت، عيطنا على باها وامها جاو، بل كنعيطوا على الفقيه يقرا، عيطوا جا ابراهيم. اول مره غتشوفوا؟ اول مره غنشوفوا. اش كيدير هو ابراهيم في الطقوس ديالو؟ شنو كان هو كان تيقرا القران، هو قالوا لي كيقرا القران. لو كنا انا قالوا المشعوذ راه ما نقبلش، هو قال كيقرا القران، عيط له باش يقرا القران. انت قلتي هذا راقي شريف باين عليه، دخل يقرا اسم الله يمشي. هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء على نيتي انايا. من ذاك النهار تبدلت حياه سعاد ملي قرا عليها؟ هي ديما، هي ديما كطيح، هي ما عندها ما يتبدل، هي ديما على طول دائما كطيح، ديما مريضه ديما. واخا قرا عليها ما كاين زعما نقولوا قرا عليها وبرات ولا، ديما هي قد دوز واحد الاسابيع ثلاثه عاوتاني تمرض شويه لاباس، تمرض طيح. شنو كطيح؟ كيفاش كتسخف؟ كبدات تقول شي هضور؟ كترعد؟ والو هكذا ترعد، هكذا ترعد، اغلبيه هكذا ترعد، وديما مريضه مريضه. شي اللي فيه شي حاجه اللي حزات في النفس ديالك وقلتي يا ريت حميد حميد يقولها للمغاربه، وانت كنتي متبع البرامج عبر قناه شوف تي في وقلبك حتى انت كيتحرق والله يحسن العوان، انت راه ولدك، ولدك حنا اعتبرناه ولدنا. اما هو محمد، سميته محمد؟ عمر. عمر شحال دابا في عمر عمر؟ عمر دابا عنده سبع سنين. سبع سنين. شنو بغيتي عافاك؟ شي حاجه اللي قلتي يا ربي يقولها حميد للمغاربه غير تنور الراي العام. باغي ناخذ ولدي، ناخذ ولدي باش نحاول، نحاول باش باش نحاول نصلح انا باغي الدري، ناخذ الدري ولدي، هادشي اللي كاين. بغيتي ولدك يخرج من هذاك باش نجي ونحاول ندي طبيب نفساني ولا شويه ونحاولوا شويه نولي لاباس. هذا هو هادشي اللي كاين. كاين انت دابا ربما بعيد على اش واقع ليه، ولكن هاد اللوبي هذا ديال المشعوذين واش كاين شي مسؤولين اولا مقاولين اولا ناس د البلاد كبرك ولد المنطقه انت واخا خويتي؟ واش كاين شي لوبي اللي حامي هادشي ولا كيتبان لك انت كيف؟ انا ما عارفش، انا صراحه حيت انا ما كنكونش تما، ما كاين زعما باش نقول لك نتهم شي واحد، انا ما شفت حتى حاجه، انا ما كنعرف زعما، ما كنعرف حتى واحد، انا كنعرفها هي وهي المسؤوله، هي المسؤوله الاولى، ودابا هي مخليه الدري عند، مخليه الدري ديما كتخلي الدري عند باها، عند باها وامها وكتخليه وكتمشي، وانا الدري عاطيه ليها هي ماشي عاطيه لباها ولا لما. حضانه ليها. هذا الشيء اللي كاين، وانا كنمشي ما كيبغوش يعطيوا لي صله الرحم، انا هذه المسائل ديالي القانونيه ونتمنى باش ناخذ ولدي اقرب وقت. تمني تجي تلاقى شي مسؤول وتقول له هذا المحاين ديالك؟ ما كرهناش. شنو تقول له عبر هذه القناه وهذا البرنامج العفوي المباشر؟ انا باغي ولدي، هادشي اللي كاين، باغي ناخذ ولدي، ناخذ لان ولدي مكرفس، الحاله النفسيه ديالو ما واكل ما لابس، البرد شحال من حاجه، هادشي اللي كاين. والدري يعني انا الدري خاصني ننقذ ولدي من ديك الحاله اللي هو فيها، هادشي اللي كاين. دابا الدري حنا دابا هادشي كامل بغينا ناخذ الدري نحيدوه من ديك التكرفيس ومن ديك الحاله والجوع والعرى، وربي اللي يعلم. انا ما عرفت، انا كنمشي باش ناخذه ما تيبغوش يعطيو عليا، وعندي المحاضر ديال الامتناع ديال صله الرحم، عندي ملي كنمشي راه عندي المحاضر ديال الامتناع ديال صله الرحم. شنو بغيت تقول لك؟ دابا كلشي مورط، كلشي حاط صبعو، كلشي دابا ربما كلشي بغى الفلوس، بغاو الكنز، شنو بان لك انت علاش ترولات بهذه الطريقه؟ انا ما نكذبش عليك، انا ما عارفش، انا ديك الروينه ما عارفش، انا حاجه وحده اللي كنشوف فيها هو ولدي، انا ما عارفش زعما باش نقول لك انا العصابه ولا انا عارفهم ولا كنعرف شي حد ولا الكنوز، انا كنشوف عف ولدي. انت تزوجتي جا فقيه مشات المراه تبدلات حياتك؟ في هذا الشيء اللي كاين. من نهار دخل داك المشعويذ صافي ولات تقول لك نمشي لدارنا؟ داك الشيء اللي لا دار ديتهم باش تشوف دارهم، ديتها باش تشوف دارهم، ملي مرضات طلبات الطلاق صافي، خدات الطلاق ديالها، دات معها الدري، كنصيفط لها النفقه ديالها، المسائل ديالها. هذا الشيء اللي كاين. فوقاش وقفتي عليها النفقه؟ من كورونا لهنايا، ملي بدا الشيء ديال كورونا هي كنتي كتعطيها النفقه؟ كنصيفط لها، كنصيفط لها النفقه ديالها وعندي التواصل عندي. سميتها هي اللي؟ سميتها الشخصيه. وكتخد تسيري فلوسها؟ بطبيعه الحال كتاخذهم. اذا سعاد كاينه كدور؟ واه في ذاك الوقت
كيفاش سعاد كدور؟ كاينه زعما موجوده موجوده راه كتاخذ راه كتعيط ليا وكنصيفط لها الفلوس. اخر مره عيطت لك سعاد؟ وشحال هذه صراحه شحال هذه ما دويش معها مده كندويش معها بزاف انا اصلا ما كتصونيش عليا بزاف. عندك مشاكل مع عائله سعاد ولا كنتو عايشين يعني؟ لا 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 صراحه ملي كنت معاهم ما كانش عندي معاهم شي مشكل. ها هو تيضرب بالطو ها هو هذا شاد النيت هذا هو دار السياز بربعه دار السياز بربعه هذا حيد انت 150 160 شدي هانت 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 شوف 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 160 مازال تابعيننا اذا درجت انه دار السينيالات بربعه غنحاولوا ندخلوا للمدينه اخواني 170 اخواني باش غادي صحه والله طلع شحال بغيتي لما بغيتي المجرمين ها هو الشيء هذا بدي ما تصفيش انت ما تبانش انت انا مرت صفي ما انتي انا ما دابا هي هذا الشيء علاش عندك كنوز هذا الشيء هذاك الكنز راه ما علاش بغاوها واش دابا القاعده باغي على حساب المصالح باش الا شدو بزاف ولا كبير ولا شي حاجه يقولوا غير بلاك غير على حسابها دابا سعاد الدواء عاود صحاب الكنز هذوك اللي معاهم في الدعوه رجعوها صحه قالت لي واش دابا دابا شتا راه شتا كان ما عرفتش ما شتا يا ما شتا راه قالت لي الاطفال في الشوارع كتخبات ولدها ولدها وشنو وقع لها هي كانوا شي خطره على حسنوا لها شنو لها حسنوا ليها هنايا كتفنوها هنا ذبحوا العجل هنا حتى واحد ما بغاش ياخذ لنا الخطره ذبحوا العجل هنا انا دابا باقي على الخطره فين 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 ذبحوا العجل هنا فين ذبحوا هنا ثلاث سنين وهنا فين كاينه هذا راه خطفوها خطفوها عاوتاني خطفوها دابا اي راه خطفوها دابا نور تمت نعيمه تمت نعيمه زعما تجيك البنت الصغيره تلقاو ديك البنت الصغيره فهاد الايامات من العيد كبر العين معنا هنا بحال حولوك على القنفازه انا ونسيبي ما بيه ما عليه شي ويا حتى هو دار نسيبي اللي كان شاهد ليها راجل رفقي لا نسيبي انا نسيبي انا اللي بجوج بنتك بنتي اخرى دابا هو اللي اللي قالوا داك الشيء ما عرفوش قالوا ليهم ردوا هذاك وردوهم بجوج اخطفوا دابا بجوج لا هذاك لا دابا بنتك انت مخطوفه لدابا دابا ما عرفتوش فين لا كاينه عند سيدي لا ولكن ما عطاها لكمش قال لك عند سيدي قال لك انا غادي نرجع عليهم لا بغيت هذاك اللي شاد هذاك اللي شاد هذاك اللي كان كيهز الفقيه على هذا العام داك الفقيه ديال بالعامي تيقول لكم ولكن شنو وقع لهذا الشعر قالوا لك واحد شنو قالوا له في الواد وبغى يدفن يحسنوا لها اي حسنوا لها فين كانوا جاي يدفنوها هي؟ هنا كان فين كيحفروا لها دفن هذا السنا خويا جبنا 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 الكلب والو حتى شي حاجه شي نتيجه ما كايناش والنتيجه ما كايناش الفقيه دار لها شي حاجه شي حاجه قال لها ما داوي حتى ضربوا مشاو هو الرجل الاول حتى هو في المشكل جابها عندي هنايا وجا واحد النهار بغا يرجعها طلعت للسما صافي دابا رجعت هذا الخدمه وبقات الحمل الاخر ما بغاتش تصحب الراجل الاول تزوجات بالفقيه وتزوجات به وداروا الطلاق باش انا فهمت انا داروا اتفاق هو ساكن في الدار البيضاء ها هو عندي عندي يا سيدي ساكن في الدار البيضاء هو ساكن في الدار البيضاء هو ودار الزواج في العيون في العيون ودار شهاده ديال العزوبه بين راها عزبه هي وهي راه عندها دري ومشيت معاهم انا ما عرفتش داروا لي مشيت معاهم انت دختي اي انت دوخ انا ما دوخني غادي غادي يبقى يدخل على الدار انت ما بقيتش كتجي انا ولدي مسكين دابا راه ولدي راه جا البارح هنايا جيت لا ولدي البارح جريت عليه هنا بغا يقتلني اجي لا لا فهمونا شي حاجه انت انا راسي دابا ارتاح لك ما تبكيش اخوتك المغاربه اش انا دابا نجيب لك الميساج قلت لك شي كل واحد وكيهددونا راه ما خدينا عليه برا كيف شويه خويا دابا انت بنتك كانت مجوجه في كازا جا تصدق الفقيه دار لها شي حاجه جات لهنا ما بغاش ترجع كاع عند الفقيه هادي دابا لا عند الاخر هادي دابا خطه اللي بلاتي كانت بنت هادوك الناس ساكنه في زابوره اذا اخواني كاين حالة واحد شويه الارتباك لان راه انا الامور اصبحت غاديه في خطوره راه البنت ديال هاد المراه هي كانت مجوجه في الدار البيضاء جا الفقيه ما نعرفاش شنو دار لهاد العائله كامله تيقول لك لا حتى انا ما بقيتش نعقل فين 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 حطوا فين حفروا لها؟ حفر لها في هاد الحفرة وغير في هاد التريبة الدار هنا نعم مشى من كفنها بحال إلا بغيتي تدي الميت للقبر على رغبتي أما لا لا هضري غير هضري يا لالا ملي كان بغي نجي لعندها يقول لك لا هادشي فيه السر
الفقيه هذا نعم قال لي سيري هزي سنيدة على رقبتي هزي سنيدة ديال السكر من كفنها وانا انا ما عرفت وبنتي السكر هنا هو اللي قال لي ايه وهنا وفمها قال لي خليها تما من نحطها هكا تفلى هاد البلاصه هنا اه نعم منين جبدها مشى كلش هذاك الشرد من البور ديال 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 البلاد والدليل اللي كيجي واش كلش داك الشيء كفنوها اه من انسى لها هذيك حتى هذاك اللي في الرباط اللي خدام راه ربي معاه حتى هو كفنو حتى شي هذاك اللي شي واحد في الرباط شكون ايه ولدي هذا اللي كيهضر معايا دابا ولدك هي حتى هو عاود حتى هو راه كفنو لا هو كفنو كلشي نعم شوف لي غير باش نروح المغاربه ما تحتاجينا راه جينا جينا فهمتي كنبغي خليناها بعيده ملي كنبغي نبرك قال لك لا هادشي فيه السر سيري سيري لهي ما تبركيش معنا انت لا قلت لها دابا بغيت نبقى مع بنتي قال لها هادشي فيه السر كيقرا عليها ملي كيقرا عليها قال لها اش كيبان لك هاد السر قال لها كيبان لي مرا المرا عامره بالذهب ودايره بها الدراري واحد السريع قالت لي نعم وجا داك اللي هذاك واحد الراجل من العماله هو اللي ذبح العجل شي واحد خدام في العماله هنا اه ذبح العجل منين ذبح العجل ذبحوا العجل هنا هنا وعلقوه راه ريبوا لنا في الدار راه هما اللي ريبوا لنا الدار كان طريق علاش تبقى دابا هذا بالعتا تبني والدار فيها تيقلبوا علاش علاش بعدا علاش غيبوا لكم انا ما عرفتش بغاو فينا باش خوت دابا باش خوت قال لك راه ولدي قال لي وراه ولدي الذهب ولدي الياقوت قال لك السحاب ان الدار راه فيها الكنز نعم قال لك راه ولدي الياقوت البشر نعم زيدي اللي بلاتي باش تفهموا الاخوان كاين شويه ديال الموضوع ولا دابا حنا براسي وكلشي الدار طبيعي وكلشي ريبوها بحال الروا هاد الدار كانوا يهدموها ايه على الكنز وما دفنوا البنات ايه خرجوا الدار حنا ولا فين دفنوا العجل فين كانت العجل راه العجل راه داروا لنا شي حاجه علقوه عليا في الساريه منين هزينا الكنز فهداك فهداك الضوء عليه سير هذاك هذاك البيت الله اعلم هذوك الناس ديالهم قالوا خصكم تذبحوا العجل تما منين ذبحوا العجل غير ذبحوه هزوا البيت ديال الدم وهزوا الجبين وهزوا الراس ومشاو منين مشاو قال لك هذا العجل خصو تخرجوا الصدقة انا ما حنا وراهم فرق مرفوع ما كتحسوش ما كتحسوش انت انت راجل زعما راك واعي ما كاينش كتحس انا راهو فكلونا شربونا عاد خدمونا كيقرا القرا تقول كيلقى الدراري كيسهروا حتى الصباح كيلقى الدراري هنايا كتفرجوا شي فيلم كتطيح الدار مع نص الليل جا هو ولدي والاخر ريبو الدار وما ساقو حتى الجيران كبغا يهضروا ما يقدروش يهضروا داروا شي حاجه حتى الجيران ما قدوش يهضروا على رقبتي شتا هاد الحيوط كيدير وهنا هاد الشيرين ما يقدروش اخواني راه هذا ما اديتي الدول خطير جدا لان كيقول لك بان البنت غادي تسمعوا شنو وقع البنت لان اخواني راه حنا براسنا حنا مهددين كما اشار كما اشرنا له من قبل من لان هذا الموزي كبير غادي تسمعوا شي داروا لنا شي ستارز الوطن اللي حطنا معاهم السيزيز والله ينصروا والله يوقف معنا يا ربي تطلعنا يا ربي يا ربي شنو داروا لها الشعر ديالها قرعوا عليها الشعر ديالها ركبونا في الطريق ما عقلش هو لا هو اللي واحد الولد عافاك ولدها الصغير قالوا لي تيحشوا له شي مسمار في مناخرو هو هذا اللي هو هذا شنو راه كاين ولا بزاكورة تما كيخدموا بزاكورة ملي كتم من الولدات مشيت ما كنطيبو ولكن انا راه كلنا ما نعرف اش كندير ما نعرفش والله ما كنعرف انا بحالي لا مرفوعه للسماء كون عرفتنا كون عرفتنا كون انا بعقلي غادي يقفلي ولادي وقدامي كون عندي كنقلب عليكم باش نلقاو مين راه كنوصل عليك مين اللي في الكسيفه قال لك واحد الفيديو والله الا ما خليت باها امها ماشي تسطى باش تحل الشعر وتمشي تمشي باش تسطى باها امها باش نخليهم يهبلوا نعم شنو كانوا تيديروا للدري الصغير انا الدري ودي ما ندي ما ندي ما شفت والو انت انا ما شفت والو ولكن هما راه كريم اللي في زكوره كيديها هو ولدها هي وهاد الدري الصغير صافي درك هو مسكين راه من نديوها على هنا قال لي كنقول لك انا كان واخد ما نمشيو عندي ما دابا مسكينه خلات ولدها هنا صافي راه ما عقل راه ما شفنا دابا تتبدل فوجي صافي ما عرفتوش فين هاد ما شفتوهاش لا
واحد من الجدار مية قال لك بلاتي كنشوفو مع السيد مع داك السيد اللي عنده مشيت للجدار مية ديال دار الكرون قلت لها ودي النسيب ديالي راه دار ليا بنتي شوف قدام القبيله كنعايرو ها النسيب ديالي كنقول لها كنقول لها الله يحملك الوالدين راه عندك بنتي خرج ليا بنتي راه كتاكل الدواء ماشي حقك تخليا بنتي لحليا بنتي على برا لحليا بنتي على قدام القبيله على الشيخ ديال البلاد كنقول لها الله يرحم الوالدين لحليا بنتي قال لي شوف واسمع قال لي والله قسما بالله تنرجع لك المجرمين لا بغيتو لا كرهتو تنضرب لكم الوط الا ما ضربت لكم طرب انا ماشي راجل والله تنرجع المجرمين هو تيمشي لزاد وشو مازال غيضرب لي هاد الفقيه عندنا مازال لا قاعد كاعين النسيب ديالي اسمع عفاك هذا الفقيه اللي راه ولا نسيب بنت كانت مجوجه في الدار البيضاء راه مجوجه راه كنقرا عليها عند هذا الراجل عند الدبه ديال هذاك منين قرا عليها قال ليها راه ما بغيتيش تكملي ديال الدواء ديالك طرد ربك في البلاد منين جابها ولدها في كازا حطها لينا هنا شويه بنت كانت عينيها كيتفرفروا منين خلاها ما عمرها تقول فيها الراجل ديال الدار البيضاء ومشى بها ولكن عمر بنتك سكنات في العيون لا العيون راه ما قدروش يديروا القاعه في زاكوره عندهم